تدرون مين كان أول شخص شريك لي في أبحاثي؟ ما غيرها، نانا. فاضل من هو وصغير كان، يعني كان كتير ذكي. وقت سافرتي على MIT تتكوني أول متطوع في بحثي لرؤية ما وراء الجدران. لما بكون عندك ولد ذكي بهالطريقة وهو حابب يعمل شيء، بدك تكون دعم معنوي وسبورتهم. فشكراً ماما، وشكراً لكل أم وكل عائلة آمنت بابنها بأنه يوماً سيصبح نابغة في مجال ما. ونحن هيدا اللي بدنا إياه، إنه دائماً يكون عندنا نوابغ وعرب ويرفعوا لنا دائماً راسنا.